الأمن والجو. بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها حي عين بنيان بالعاصمة، جرائم قتل راح ضحيتها شباب في مقتبل العمر، ناهيك عن تفشي ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية التي أخذت عقول الشباب وتدفعهم للقيام بالجرائم. ولاو يجونا الناس باش يقضوا ما يقدروش يقضوا، يستاسيون يسرقوا لهم تليفون، ولاو الناس يخافوا باش يجوا للسيكتور هذا. حي شباب، حي كما هذا ما شاء الله تجارة ما شاء الله فيه مدام، الناس ولات تخاف. كي تقول لهم باغ اكزومبل نروح نقضي في لاديال يقول لك يا لطيف. رانا عايشين في الرعب، لا فيريتي. الحق تاع بي سون بورتي بريجوديس لا جوندارمري ولا يا موك دو ديفيكتيف، لازم لنا كوميساريا. عندنا ما نخرجوش اون فامي، تخرج من لو لي زاغريسيون اوترونس، سرقه هكذا، يلو فوا ان كوميساريا هنايا. جرائم قتل، سرقة، اعتداءات، الاستيلاء على الأرصفة، جرائم أصبحت تزعج السكان في الحي، خاصة وأن الحي ينعدم فيه الأمن، ما جعل السكان يطالبون بمراكز للشرطة وتكثيف دوريات الحراسة. بعد ما شفنا مع الدرك الوطني لقينا باللي وحدهم ما يقدروش حقيقة، عندهم 17 فرد يجيروا هذا السيكتور اللي فيه اكثر من 20,000 نسمه، دونك ما يقدروش الحق لله. ولهذا نطلبوا السلطات العليا العليا بتكثيف الامن، سواء يزيدوا يوسعوا يزيدوا عدد الافراد تاع الدرك الوطني. اصبحت عين بنيان وكر للجريمه ووكر للمخدرات وكل ما هو سلبي. نحن سكان عين بنيان نطالب السلطات المحليه والسلطات على 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 مستوى ولايه العاصمه توفير الامن، ثم الامن ثم الامن لسكان عين بنيان وزوار عين بنيان. الامن باشكاله فيما يخص الشرطه او الدرك الوطني. أحياء أصبح حتى الخروج فيها في المساء مرعب لهؤلاء، ضف إلى هذا خوف الأطفال يزداد يوما بعد يوم، خاصة بعد الأحداث الأخيرة، ما يستدعي التدخل لتوفير الأمن والأمان للسكان وكذلك القبض على تجار المخدرات.